جهزوا الكاميرا يا شباب بسرعه. يلا يا شباب بسرعه يا شباب بسرعه. وصلوا يلا قرب لعندي. جان بيك اذا سمحت بس صوره. جان بيك لازم تجاوبنا على كل الاسئله. جان بيك انا ما فيني. يا ريت تجاوب على اسئلتنا. تحمل شوي. جان بيك انت خايفين تتزوج؟ جان بيك يعني صغرت ولا لسه؟ جان بيك انت عارف انت. يا ريت تحكي لنا عن علاقتك مع جان بيك. صدقني انا ما بعرف شو بدي اجاوب على علاقتك. جان بيك اذا بتصور صور من هنيك يعني صور من هنيك على وقت. جان بيك اذا بتجي والباقي اتركي لي انا. لو سمحت ممكن جان بيك انت تعرفوا على بعض؟ جان بيك شوفي على جان بيك يا جماعه اهدوا شوي لو سمحتوا. رح نجاوب على كل اسئلتكم. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا لنبلش. خذون انا رح اجاوب على اسئلتكم كلها. انت خليكي قاعده بس صور كل شيء. ظهرك لورا. كيف؟ شدي شوي ظهرك. تفضل. لقائكم الاول كان باليونان وبالصدفه هالخبر صح؟ طبعا الخبر صح. وفيك تقول اثنين التقوا ببلد غريب والغربه خلت علاقتهم تقوى وتصير علاقه عشق. شو المميز اللي لقاه جان بحضرتك لحتى اختارك من بين كل المعجبات؟ والله بدكم تسألوه لإله. طبعاً الجواب هو اللي بيعرفه وأنا ما بقدر جاوب عنه. إيه؟ شو الشي اللي خلاني مميزة بنظرك جان؟ حبيبي؟ الشي اللي بتتميز فيه فوتون حبيبتي هو عفويتها وقلبها الطيب والحنون. وهذا هو الشيء بالذات اللي خلاني ميزة عن الكل واطلب ايدها. شبك؟ ها؟ لك عن جد هيك مو معقول. انا اسفه كثير عن جد ثانيه بس ما تاكل هم. رح نضف لك كل شيء فورا. ما بعرف ليش هيك صار معي. يمكن الركبه بالليموزين ما وعدتني ابدا. هذا الشيء اللي بيميزني عن جد فاجأتني وما عرفتش. قرار زواجكم كان مفاجئ وبصراحة حتى مديرة أعمالك كانت متفاجئة. زواجكم بهالسرعة في إله سبب؟ شو بدك تجاوب هلا؟ نحن تقصدنا أنه يكون الخبر مفاجئ للكل. السبب الوحيد باتخاذي لهيك قرار هو حبي الكبير يلي ما له حدود لهي البنت. لك انت ما فيك ضمير. انت واحد مختل عقليا ومجنون. انا عم بطردك من بيتي فهمتي؟